وللأسبوع الرابع على التوالي إذن تراجع متوسط الأربع أسابيع لصادرات النفط الروسية المنقولة بحرا في الأسبوع المنتهي بالسادس من يناير بما يعادل 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالأربعة أسابيع المنتهية في 30 من ديسمبر ليسجل 2.3 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى في 10 أسابيع. هذا الرقم يمثل انخفاضا بأكثر من 500 ألف برميل باليوم من ذروة 3 مليون المسجلة في النصف الثاني من 2022. التراجع في التدفقات إلى تركيا كان الأبرز على وجه الخصوص حيث تراجعت صادرات النفط الروسية إلى تركيا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية إلى 21 ألف برميل باليوم من 400 ألف سجلت في سبتمبر الماضي، هذا وفقا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها بلومبرغ، ما يضعها عند مستويات تقل عما كانت عليه قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي. ونذهب نحن إلى سنغافورة، تنضم إلينا من هناك فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس سنغافورة. فاندانا أهلا وسهلا فيك مجددا على البرنامج. برأيك إذن من خلال هذه الأرقام التي نقرأها، هل نجد بأنه فعلا العقوبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسي بحرا لها عم تعمل أثرها؟ أنت على حق تماما، كان هناك تراجع ب 600 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا من الصادرات الروسية المنقولة بحرا، وهذا الأمر مستمر من الشهر الماضي إلى هذا الشهر كما نلاحظ. قد يكون هناك أكثر من سبب لذلك، أحد الأسباب هو العمل الجاري في أحد الموانئ في بحر البلطيق، ونعلم أن الطقس السيء تسبب بإغلاق أو إيقاف بعض عمليات التحميل في الموانئ الشرقية الروسية، هذا أحد الأسباب الواردة. ويبدو أيضا أنه كانت هناك مشكلة في عثور روسيا على ما يكفي من السفن، فالدول الأوروبية ودول مجموعة السبع وشركات الشحن فيها تحديدا ابتعدت عن التعامل مع روسيا بسبب العقوبات، لكن روسيا لديها سفنها الخاصة، وهناك أيضا اسطول الظل من السفن الذي ينتظر لخدمة هذا النوع من التجارة. إذن ربما مسألة وقت قبل أن نرى شركات الشحن أو ترتيبات الشحن الجديدة تعطي النتائج المرجوة، لكن أحد العناصر المقلقة هو أن هناك ثلاث دول فقط متبقية تشتري النفط المنقول بحرا من روسيا، الدولة الأولى هي تركيا والصين والدولة الثالثة هي الهند. هذه الدول زادت صادراتها أو عفوا مستورداتها العام الماضي، لكن هل تستطيع استيعاب مليون برميل إضافية لن تذهب إلى الاتحاد الأوروبي؟ برأيي هناك علامة استفهام تحيط بهذا الموضوع. وبالتالي ما هو الأثر لذلك على الطلب؟ خلينا نحكي أيضا على الطلب العالمي، هناك توقعات أيضا في السوق بأنه الطلب العالمي ممكن أن يزداد بحوالي 2.7 مليون برميل في سياق هذا العام، وهو ما يجعل بعض المحللين يرون بانه هذا الطلب بالنظر لانه اوبك يبدو بانها لن تغير سياستها بالوقت الحاضر، ممكن انه يضع ضغوط سعريه ايضا على برميل النفط، واللي الان توضع التوقعات عليه 100 او اكثر من 105 دولار للبرميل. أعتقد أن الرقم الذي ذكرتيه بمليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا ربما فيه شيء من التفاؤل المفرط، قد يعدل هذا الرقم الخاص بالطلب بالتخفيض. بشكل عام الأمر يتعلق بشكل الاقتصاد العالمي في 2023، وهناك علامة استفهام كبيرة تحيط بهذا الوضع، ولا نعلم شكل النمو المتوقع في الطلب على النفط في العالم هذا العام. الأمر يتعلق بإعادة فتح الصين وكيف ستسير هذه العملية، ومتى ستتمكن الصين من إعادة فتح أبوابها بالكامل، ومتى ستكون قادرة على دفع اقتصادها إلى النمو بزخم أكبر. ربما يحصل هذا الأمر في النصف الثاني وليس في النصف الأول من العام. أسئلة كثيرة معلقة بخصوص الطلب وعدم يقين كبير، لذلك أوبك بلس قالت إنها ستراقب عن كثب ما سيحصل للطلب العالمي وتحديد
تحديدا ما إذا كان النفط سيتدفق إلى الخزانات. هذا أمر أساسي يقلق أوبك. أنا لست مع من يتوقعون وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل هذا العام في أي وقت من الأوقات. هذا ما كان عليه المتوسط في 2022. أعتقد أن المتوسط لهذا العام قريب من 80 أو 85 دولارا. يعني لا شك بأن هناك عدة ضغوط على هذه السوق بالوقت الحاضر. واحدة من الأشياء، كنا قبل قليل نتحدث مع ضيفي عن المصاعب التي تلقيها صناعة الشحن حاليا وشحن النفط بشكل خاص أيضا بحرا تحديدا، بلاقي صعوبات بسبب هذه العقوبات الأوروبية والتي جعلت عديد من السفن تضطر لأخذ روت أطول، وهو ما يضيف طبعا لتكلفة هذا النفط. وهذه إحدى الحجج التي تستخدم لأن يستدل المحللون بأنه لابد أن هناك ضغوط سعودية على أسعار النفط. لا شك في أن هذا الأمر ناتج عن تحويل النفط الروسي إلى وجهات أخرى بسبب العقوبات المفروضة عليها. فروسيا مضطرة إلى إرسال نفطها إلى مسافات أبعد، فأوروبا هي سوق قريبة، وحاليا روسيا ترسل النفط إلى مسافات أبعد بالبحر إلى الهند والصين، والأمر ذاته على الأغلب سيحصل عندما يبدأ فشار المقبل تطبيق الحظر على مشتقات النفط الروسي. هذا الضرر سيستمر لفترة أطول من الزمن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أسعار أعلى للنفط، فالتكلفة للمستلم النهائي ترتفع. لكن في حالة روسيا وما أن الهند تدفع للشحن أسعارا أعلى، فعلى أساس الاستلام روسيا تحصل على إيرادات أدنى، وهذه مشكلة كبيرة لروسيا لأن الأسعار تتراجع وروسيا تدفع أو تقدم خصومات أكبر. هذا يعني أن روسيا لن تكون سعيدة بالحصول على إيرادات أقل. فإذا الوضع الحالي رح يخلي روسيا لديها مخزون لا تستطيع بيعه بالسوق، ما كان يذهب إلى أوروبا، ما رح تقدر تستوعبه منها الدول الثلاثة التي تقوم بشراء نفطها للآن. إيراداتها من النفط ستبقى منخفضة لأنها تضطر للبيع بديسكاونت كبير. هل برأيك أنه ممكن نشوف في تحرك من روسيا من أجل حل حالة هذه السوق، وهل يكون ذلك يمكن تحرك داخل أوبك؟ الأثر الإيجابي من هذا الأمر هو أن تعود روسيا إلى مائدة المفاوضات وأن تعثر على طريقة لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكن حتى هذه اللحظة الأسواق لا تتوقع حصول ذلك. الأمر الآخر هو أنه بالتأكيد هناك احتمال أو إمكانية أن تحاول روسيا إقناع نظرائها في أوبك بلس بزيادة كمية النفط المخفضة في السوق من أجل رفع أسعار النفط. هذا الأمر قد يؤدي إلى بعض التوترات داخل أوبك بلس. بالتأكيد هذا أمر يجب أن نراقبه. فندانا هاري، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.